في طريقها لتحقيق مستهدفات 50 عاماً المقبلة، تواصل دولة الإمارات مسيرتها في بناء المشاريع الرائدة التي يجني ثمارها أجيال المستقبل، وتساهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية المستدامة ودعم العمل المناخي العالمي. وجاء إطلاق مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية ثمرة للجهود الإماراتية الهادفة إلى تطوير ونشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية. ويعد مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية في دبي أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وعند اكتماله سيسهم المجمع في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي 2327 ميجاوات باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، لتشكل نحو 15.7% من إجمالي القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الكهربائية في دبي التي وصلت إلى 14817 ميجاوات، حيث يساهم المجمع في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد المناخي الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.